Bienvenue sur votre chaîne Akhbar al-Bled. خبر عاجل هزة أرضية بقوة 4.5 تضرب المغرب منذ قليل. مرحبا بكم في قناتكم المفضلة أخبار البلاد. Une secousse tellurique vient de frapper le Maroc depuis un instant d'une magnitude de 4.5 sur l'échelle de Richter. مرحبا بكم. إذن هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب عرض ساحل إقليم الدريوش منذ لحظات، حيث أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على سلم ريشتر اليوم الأحد بعرض ساحل إقليم دريوش. وأوضح المعهد في نشرة إنذارية أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش وقعت على الساعة 9:15 مساء بتوقيت غرينتش زائد ساعة وهو توقيت المغرب. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة التي سجلت على عمق 16 كيلومترا وقعت عند التقاء خط العرض 35.519 درجة شمالا وخط الطول 3.593 درجة غربا. ابقوا مع قناتكم أخبار البلاد، سنوافيكم بالتفاصيل حال توصلنا بها. حفظ الله سكان المملكة المغربية من كل مكروه، وحفظنا من الزلازل وكل الآفات الطبيعية. شكرا على تتبعكم لقناتكم المفضلة أخبار البلاد، وإلى اللقاء.